حضرتك عندك مشروع مهم، واعتقد انه مشروع انساني كمان، ما ينفعش نختم من غير ما نسالك عن مشروعك اللي بتتمناه. هو مشاريع على فكره مش مشروع واحد. لا انت قلت لنا على مشروع حلو قوي ليه دعوه كده ب الصم وضعاف السمع. وهي الصم وضعاف السمع مش الصم والبكم، دي مش كلمه مش، لكن الصم وضعاف السمع. هو الموضوع باختصار الموضوع كبير بس هختصر لحضرتك كده في كلمتين. انا في مخرج صديق اسمه محمد علام قال لي يا اسماعيل انا بعمل مسرحيه للصم وضعاف السمع، فتعالى سلم عليهم اجبر بخاطرهم علشان هم بيحبوك. قلت له طبعا سمعنا وطبعا هم انا معروف في الحاجات اللي بحب الخير دي بيقولوا لي كتير يعني. فقلت له بس قول لي بس هم ازاي ما بيسمعوش وبيتكلموا وعارفيني. المهم رحت لقيتهم يستقبلوني استقبال، هم حتى بيعبروا حبهم فيهم عنف عشان السمع. وانا مش مصدق ان الحفاوه اللي قابلونه بيها دي اكن يعني نجم كبير. فقعدت اشغل دماغي مين دول؟ اكتشفت ان هم عددهم حاليا دلوقتي 9 مليون. طبعا مش قليل. 75% منهم فقراء، 70% منهم اميين. الشغلانات بتاعتهم شاقه جدا، يا ترزي يا امن يا شيال، لان ما التعليم بتاعه ما بيوصلش للمراحل التعليميه الكبيره. تمام؟ منعزلين عن المجتمع. بدأت أشتغل عليهم وبدأت أتعلم لغة الإشارة. مش عشان أبقى مترجم لغة، على فكرة مترجم لغة الإشارة أغلى من الألماني والأسباني والحاجات دي كلها. لأنه عملة نادرة. فالأسرة الفقيرة دي، أنا بقول لحضرتك 8-9 مليون يعني فرد في أسرة. واللي بيعاني بقى مش الأصم، اللي عايش الأب والأم. طبعًا. متخيلة لما واحد ابنه راجل فقير، وطبعا لما شفنا سيادة الرئيس اهتم بالناس دي كلهم وعمل لهم حاجه اسمها واصل، ان انت النجده والاسعاف والمطاف، بحيث احنا بقى عايزين احنا بقى الفن يعمل دور. تمام؟ يعني مسلسلات زي رمضان دي، ومسلسل زي الاختيار، ومسلسل زي اللي احنا فيه، ومسلسل زي ده، ليه ما يتجرش بلغه الاشاره ويتفرجوا معانا؟ مش وهم دايما لما بيعتبوا علينا بيعتبوا اننا متجاهلين، انه دي فئه كبيره، هم منعزلين عن المجتمع. وليهم طلبات طبيه وليهم ان شاء الله باذن الله، انا بسعى باذن الله ان انا اعمل لهم برنامج خاص بيهم، لان شفت حضرتك الشاشه دي. لو جبنا حد بيترجم لغه الاشاره بيبقى تحت في الركن الصغير ده، هم بيعتبروا ده اهانه. هم عايزين يبقى ربع الصفحه يحس ان هم مهم، ده ليهم هم. فان شاء الله بس اعمل لي برنامج يخاطبني ويناقش قضاياي بالظبط.